من نخيل الأحساء البرية. هذا المكان في غرب الأحساء، منطقة رائعة مليئة بالنخيل وأشجار الأرطة والنباتات البرية الأخرى، رمرام، حلفة، عسل، عقربان. منطقة رائعة، مجرى ماي في هذه الجهة والأرضية كلها صخور. منطقة مليئة بالنباتات البرية غرب الأحساء، منطقة رائعة. هذه المنطقة مليئة بالنباتات لأنها منطقة محمية داخل حرم إحدى الشركات. منطقة مليئة بالنباتات البرية، منطقة غنية. هذه شجرة أرطة، ونشوف بذورها في الأرض. كثير من النباتات تنمو في هذه الجهة. حتى الغريب أن شجرة لانتانا نمت في هذه المنطقة. شجرة لانتانا من أشجار الغابات، غابات الاستوائية، لكن في هذه الجهة نمت فيها عند مجرى ماء، في يعني منطقة فيها وفرة مياه ومحمية، يصبح فيها هذا الكم الكبير من الغطاء النباتي. مغامرات رائعة. هذه شجرة لانتانا، في واحدة ثانية موجودة في الجهة الأخرى مزهرة، هذه أقل إزهار. مليئة المنطقة بالنباتات البرية، منطقة رائعة جدا، منطقة طبيعية، حتى شكل الصخور جميلة. هذه اللانتانا، هذه زهورها، نبتة جميلة جدا، نبتة ما تستوي عن تجمعات المياه. هذه المنطقة رائعة، منطقة طبيعية، نخيل، أرطة، هذه أرطة، منطقة رائعة. هنا تبين أخضر بالكامل.